مش شديدة الأهمية، فوق الأهمية، انتبهوا جدا جدا جدا. كل فرد عليه مسؤولية إنه يستمع إلى هذه الحلقة بقلبه وبعقله ويركز جدا في تفاصيلها. حتى لو أنت مش مريض سكر، مش هقول لك إن أنت معرض، لأنه على فكرة نسبة السكر في مصر عالية، يعني طبعا مفيش إحصائية دقيقة قوي، لكن هي في الراوند 22-23، ممكن أزيد شوية 25، أقل شوية في المية. إحنا بنتكلم على، لأنه السكر ده يعني في مرض سكر نوع أول، في مرض سكر نوع تاني، في حاجة اسمها بوتينشالي دايابيتك، بوتينشالي في امبيرد جلوكوز تولرانس. التعبيرات دي يعني إيه؟ كلمة بوتينشالي دايابيتك يعني معرض إن هو يكون عنده سكر. لو أنت أخوك التوأم جاله سكر، كلا والديك عندهم سكر، الاثنين أنت كده بوتينشالي دايابيتك. يعني أنت حتى لو أنت سكرك دلوقتي طبيعي، أنت محتمل جدا، فلازم تتنبه. طيب كويس، لو انت امبيرد جلوكوز تولرانس هي المرحله ما بين السكر الطبيعي وما بين الانسان اللي عنده سكر، في مرحله وسط لا هو مريض سكر ولا طبيعي، قاعد في النص بين الجنه وبين النار. مع احترامي طبعا السكر مش نار قوي، يعني لو انا كنترول لازم تتنبه ليه. لو انت عندك في البيت مريض سكر، والدك، والدتك، ابنك، مراتك، لازم انت مسؤول عنه. السكر مرض مش مسؤولية المريض بتاعه بس، مسؤولية العيلة كلها، لأنه مريض السكر لازم يتخدم بشكل معين، لازم أنبهه لأشياء معينة، منها الغيبوبة مثلا بتاعة السكر. ما هو غيبوبة السكر المريض ساعتها مش هيبقى مسؤول عن نفسه، حضرتك كفرد من العيلة مسؤول عنه، ودي زكاة الصحة بتاعتك إنك تتعلم. الناس اللي عندها سكر وبتهمله ممكن تعرض أو تعرض الأوعية الدموية الطرفية بتاعتها المشكلة عنيفة جدا اسمها القدم السكري. هذه الكلمة أول ما نقولها بتقلق مريض السكر، أول ما يسمع كلمة القدم السكري دايابيتك فوت بيقلق. لا ما تقلقش، لأن الوقاية خير من العلاج، والفهم للموضوع ده بدقة هيجنبك مشاكل كتيرة جدا. الأكثر عرضة للقدم السكري لازم يتنبهوا، اللي سكرهم مش مظبوط بقى الفترة، اللي مطنشين، اللي بياخدوا وفي منهم يا عيني بيضحك عليهم، يطلع اعلان في القنوات المشبوهه اللي مش من النايل سات، اللي بتطلع من حتت ما يعلم بها الا ربنا، واللي عليها اللي ماسكينها ما يعلم بيهم الا ربنا، يطلع اعلان يقول لك العلاج الامثل النهائي لمرضى السكر، ابعت وهنبعت لك العبوات، خلي المريض يوقف انسولين يا مفتري، وياخد شويه اعشاب خايبه ما تعملش لا بتطول ولا بتعمل حاجه، العيان سكره يضرب في السماء وهو مش جريان ويدخل في مشاكل. هنفهم النهارده هذه القضيه المهمه جدا اللي اسمها القدم السكري. النهارده لقاء مهم جدا مع قيمه علميه كبيره، بفتخر بوجوده معانا، والحقيقه انا ببقى سعيد جدا جدا. اولا الحقيقه انا محظوظ لانه الناس الحلوه والدكتور اتاحوا لي فرصه لقاء بعمالقه من عالم الطب، أسماء كبيرة جدا في تخصصات كثيرة جدا، وأنا بعتبر نفسي فعلا محظوظ، بس ما تقروش عليا. النهاردة اسم كبير في هذا المجال، بنفتخر بوجوده معنا، القيمة العلمية الكبيرة والاسم العلمي الراقي جدا، الأستاذ الدكتور أيمن عبد الفتاح، أستاذ جراحات الأوعية الدموية، الأستاذ بكلية الطب جامعة عين شمس، زميل كلية الجراحين الملكية بلندن، وعضو الجمعية الأوروبية للجراحات والتدخلات الأوعية في الأوعية الدموية، استشاري جراحات الأوعية الدموية والأسطرة الطرفية والقدم السكري، عضو الجمعية المصرية لجراحات الأوعية الدموية. الاسم الكبير، نورت دكتور أيمن بيه، وشرف كبير لنا هذه الحلقة الهامة جدا. أهلا بك يا دكتور أيمن، أنا بسعد بوجودي معاك، وأهلا بالسادة المشاهدين. الحقيقة احنا بنعد الحلقة كلنا خوفنا، كل الفريق بتاع العمل خايف، وأول ما قعدنا نرتب كده بنعمل اجتماع ما قبل الحلقة، يعني الدكتور أيمن ما كنش موجود في الاجتماع دوت الحقيقة، لكن كل فريق العمل كله قلق جدا، صور كتيرة مزعجة ومقلقة، لكن لازم نفهم، قلت لهم لازم نفهم، والموضوع مش تهريج. فأنا هبدأ الأول بما هو المقصود بالقدم السكري، نسبة وجوده في مرضى السكر قد إيه؟ طبعا القدم السكري هو عبارة عن وجود جروح، قرح، التهابات صديدية أو غرغرينة في قدم مريض مصاب بمرض السكر.
طبعا نسبة حدوثه عالية. يعني احنا لو نسبة السكر بصفة عامة انتشرت جدا، وخصوصا عندنا في الديفلوبينج كانترز معايا نتيجة لتغيير نظام الأغذية والتلوث اللي موجود. كل الحاجات دي، تغير النظام الغذائي ده أهم حاجة كمان موجودة، كل دي زودت نسبة السكر. كويس. والمرض نفسه بيحصل في أكتر من 10% من مرضى السكر. وزي ما قلت حضرتك ممكن يكون المريض مش مشخص، المريض عنده سكر أو عنده جلوكوز انتولرانس يعني مقبل على سكر، وفي نفس الوقت هو مش دريان. كويس. فدي نسبة كبيرة كمان بتبقى أندر استيميتد زي ما بنقول. لم تقرر أو لم تحدد أو لم تقيم. لم تقيم. إيه الأسباب اللي تخلي مريض سكر يصاب بقدم سكري؟ طبعا في ثلاث أسباب مهمة وكلهم السبب فيهم السكر. وده بيحصل أكتر مع عدم انتظام السكر على فترات طويلة. السبب الرئيسي اللي هو تأثير السكر على الأوعية الدموية. زي ما ذكرنا في الحلقات السابقة إن مرض تصلب الشرايين من عامل الخطورة الرئيسية بتاعته هو مرض السكر، وده بيأثر على الشجرة الشريانية الرئيسية. كويس. اللي هو بنسميه على المستوى الماكروسكوبي. كويس. مش بس كده، ده السكر كمان بيأثر على الشرايين الدقيقة والشعيرات الدموية على المستوى الميكروسكوبي اللي هو دايابيتك مايكرو انجيوباسي. يبقى تأثيرين على الشجرة الشريانية الرئيسية وعلى الشرايين الدقيقة، على الشرايين الكبيرة والشرايين الصغيرة. الجزء الثاني بقى تأثيره على الأعصاب. على المدى الطويل بيسبب السكر التهاب في الأعصاب الطرفية. ده بيبقى فيه ده بنقول عليه بارادوكس، يعني المريض حاسس بإحساسات غريبة، حاسس بتنميل وشكشكة في رجليه، لكن الإحساس الطبيعي العادي بتاعنا مختل، مش حاسس بيه، وبالتالي ممكن يجي له اي جرح في رجليه وهو ما يحسش بيه. يعني ممكن يدخل في رجليه ازازه، دبوس، مسمار، ولا يشعر بيه على الاطلاق. الجزء الثالث وجود مرض السكر بيقلل مناعه المريض، لان الخلايا نفسها بتبقى كان انسان عطشان وحواليه بحر. الخلايا مش وصل لها جلوكوز كويس، لكن ما بين الخلايا الميه مليانه جلوكوز، وده وسط كويس جدا للبكتيريا، فده بيسهل جدا حدوث التهابات بكتيريه والتهابات صديديه. بيجي المريض بالثلاث اسباب دول مقترنين بالسكر، فعشان كده ده بتسمى قدم سكري او قدم سكري. ايه اللي بيحصل؟ اعراضها تبدا ايه؟ يعني حضرتك احكي لنا قصه كانه مريض من جري شريط الموضوع الدم. طبعا المريض بيجي بعرض من اللي احنا قلناه، يا اما بيجي بجرح، في جرح موجود كويس، قرحه، في التهاب، التهاب خلوي او ممكن يكون عامل خراج، او الحاجه اللي احنا بنحبهاش جدا ان يجي بغرغرينه، سودات في الخلايا. خلاص ده غرغرينه معناه ان الانسجه دي ماتت. ده اصعب ظهور لمريض قدم السكري. دي الاحتمالات كلها. ايه المضاعفات اللي تحصل؟ يعني احنا قلنا جزء منها دلوقتي. المضاعفات متعدده، ممكن يكون على الجسم بصفه عامه، ممكن يكون التهاب شديد يؤدي الى تسمم في الجسم. كويس. وممكن عيان يخش فيه صدمه بكتيريه نتيجه التوكسيميا او السبتسيميا اللي موجوده. وعلى القدم نفسه ده وجود قدم سكري ده منذر او يهدد باللجوء الى البتر، او ان الطريق في النهايه يودينا الى بتر كامل للقدم. يعني ودي حاجه مخيفه جدا، ما نحبش نوصل لها. طبعا دي مرحله مخيفه على جميع المستويات، مش على مستوى فقد جزء من الجسم. البتر نفسه مزعج، يعني نفهم. ودي اسوأ عمليه احنا بنعملها. يعني بنحاول على قد ما نقدر ننقذ القدم، وبنبقى مستائين جدا واحنا بنعمل عمليه البتر. ايه اللي يخلي انسان يصل للمرحله دي؟ يعني يصل لمرحله انه يدخل في غرغرينه لا قدر الله. هو الاهمال بصفه عامه. كويس. السكر مش منتظم. كويس. ما بياخدش علاج او العلاج غير منتظم. بيحصل
عنده جرح بيهمله كويس، ما بيستشيرش الطبيب مباشرة، ما بيعملش الاحتياطيات اللي احنا بنطلب فيها اي مريض سكري، اللي هو يراعي القدم، العناية بالقدم لمريض السكر. وهنا الوقاية بتكون خير من ألف علاج. عشان كده كل مرضى السكر، وحضراتكم طبعا معانا كدكاترة البطنة يعني اندوكراينست، بتنصحوا ان المرضى كلهم ياخدوا عناية فائقة بالقدم. طبعا لازم اقص الضوافر ازاي، مين اللي يقص الضوافر، لازم القدم تبقى رطبة، في حذاء خاص بمريض السكر. تمام. طبعا في حاجات يعني لازم المريض، ما ينفعش القدم تبقى رطبه، ما ينفعش تبقى فيها ميه ولا حاجه. يعني المريض ده لازم ياخد حمام ماء دافئ يوميا للقدم، ويعقب هذا تنشيف كامل بمنشفه ناعمه للقدم، ما يسيبش اي بلل، وخصوصا بين الاصابع، لان ده ممكن يؤدي الى فتره، وممكن يحصل تقرحات ويخش منها ميكروب، ونبتدي القصه الاليمه. المريض ما يمشيش حافي قدمين تماما حتى لو كان في المنزل. طبعا ممكن يبقى يرتدي حذاء، زلطه صغيره، في دبوس صغير، دبوس صغير، زلطه ازازه صغيره، يحصل جرح ما يحسش بيه المريض، لان الاعصاب مختله عنده والاحساس مختل، يبتدي يدخل ميكروب ونخش في القصه. زي ما حضرتك قلت قص الاظافر لازم تبقى بعنايه، وما نبتديش نخش على الجلد كويس، ويفضل لو كان المريض طاعم في السن ان حد يساعده في قص الاظافر، ما يقصش الاظافر بنفسه. دي الحاجات الاساسيه اللي لازم المريض يتبعها عشان نتفادى حدوث القدم السكري. هقرب شويه من الاساليب العلاجيه، وهنشوف حالات، بس احنا اللي هنشوفها، انتوا مش هتشوفوا الصور قوي يعني، هتشوفوها من بعيد شويه، لكن واحنا بنشرح الحالات، لان احنا نشرح حاله حاله، لان كل حاله قصه، بس الاول نتكلم على الاساليب العلاجيه. علاج مرض القدم السكري ده تيم وورك، علاج فريق، ولازم يكون فريق محترف. يعني انا مش بشبهه حتى بالفرقه الموسيقيه، لا، ده محتاج اوركسترا كويس. المايسترو بتاع الاوركسترا دي هو طبيب البطنه او الغدد الصماء. اوكي، الفريق بقى متعدد، لكن انت عندك بيبقى في الاوركسترا في سولو، في واحد بيعزف شويه منفرد، اللي هو الفاسكولار سيرجن، اللي هو جراح الاوعيه الدمويه، ده اللي بياخد الديسيجنز، ياخد القرار. يعني المريض ده محتاج نعيد الدوره الدمويه ليه، سواء بالقسطره او بالكوبري الجراحي. المريض ده محتاجين نعمل تنظيف وتفريغ للصديد في هذا القدم، محتاجين نعمل بتر للجزء المصاب بالغرغرينه، حتى في القرار الصعب جدا ان هو محتاجين بتر كامل، يبقى هو قرار جراح الاوعيه الدمويه. بقيه الفريق مين؟ عندنا الانفكشن كنترول، مكافحه العدوى، عندنا بيبقى فيه بعض البكتيريا مضاده لمعظم المضادات الحيويه، هم بيدونا طريق او لاين ان احنا نقاوم هذه البكتيريا ازاي. جراح العظام بنحتاجه اما يكون في التهابات او المشكله واصله للعظام او واصله للكاحل، احيانا بنحتاج نثبت الكاحل عشان المريض يقدر يمشي. جراح التجميل، احنا في خلايا الانسجه كلها اللي مش حيه بنشيلها، فاحيانا بتكون المنطقه العاريه كبيره، فبنحتاج حد يغطي لنا الكلام ده برقعه جلديه، ودي بتبقى بواسطه جراح التجميل. مش بس كده، احنا عالجنا المريض ما بنسيبوش في تاهيل ريهابيليتيشن، وده زمايلنا في العلاج الطبيعي، جزء منهم دلوقتي متخصص في البوديوتريشن اللي هو متابعه القدم. المريض بيبقى محتاج تاهيل عشان عضلات تقوى، بقى له فتره كبيره ما بيتحركش. بعد ارجاع الدوره الدمويه والتخلص من الانسجه غير الحيه، بيبقى في تورمات جامده، بيبقى ليهم طرق معينه عشان يروح التورم ده، وبيجي دورهم بعد كده ان احنا نعمل حذاء طبي خاص خصوصا للمريض اللي عمل تنظيف قبل كده او عمل بتر لجزء من القدم. الحاله الاولى، خلي بالكم الحالات اللي احنا هنعرضها دي يعني انتوا تشوفوها من بعيد شويه، لانه احنا حرصنا انه في صور مزعجه فهتشوفوها من بعيد شويه، لكن احنا هنشرح الحاله بدقه وبالراحه خالص، وهتبقوا انتوا فاهمين كل حاجه. الحاله الاولى قدم تبدو ملتهبه، محمره الصابع، ظافر زي ما يكون في اونكومايكوزيس او فطريات، يعني في جرح سطحي وقرحه سطحيه،
وحواليها التهاب خلوي بسيط موجود. ده من المرضى اللي جم بدري معايا. المريض ده جالي طبعا مفيش تغير في لون الجلد بالفحص حاجة. لا بس لكن بالفحص تبين ان في عنده قصور دموي شرياني كويس، عندنا شريان الفخذي مقفول تماما كويس. فمن ضمن اوليات العلاج ان احنا نستعيد الدوره الدمويه تاني، ده علاج اساسي لهذا لهؤلاء المرضى كويس. فهنشوف الصور. احنا الاول استرجعنا العلاج الطبيعي هنا نقدر نشوف الصوره دي بقى عادي كلكم تشوفوها معانا تمام كده. ده شريان، الشريان مقفول خالص، مقفول خالص. تاني حاجه لانه مقفول وجزء طويل منه مقفول، عملنا له توسيع بالبالون. هو المفروض الشريان الطبيعي يكون زي اللي فوق، زي الحته الاخيره الاولانيه خالص او الحته الاخيره خالص. الـ 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 الصوره الثانيه من اليمين ده البالونه. ده عشان بس اسهلها لكم، يعني مثلا يعني لما يكون في اصلاح في حته او بنعمل كوبري او بنبني مترو انفاق، بيبقى في حته في الشارع عامله زي الشريان ده. أيوة تمشي عربيه واحده، ايوه، فتلاقي قبليها الدنيا زحمه قوي. ده بقى لا ده اوبستراكتد خالص، ده مقفول تماما خالص. كويس. فعشان هو مقفول تماما برضك حطينا دعامه. الصوره الثالثه في دعامه محطوطه كويس، وادي الصوره في الاخر اللي هي على اليسار. الشريان رجع تماما طبيعي خالص بنفس الايه القطر بتاعه الطبيعي. عظمه ده الصباع خلاص رجع خف خالص، محتاجناك نشيل حاجه ولا ننظف حاجه. نشوف الصوره دي برضو كلنا نشوفها. كويس. دي الجمهور يشوفها عادي، رجلي طبيعيه جدا. بس خلي بالنا ده شبه الشارك جوينت بتاع السكر ده بقى لينا احنا. ايوه ده ما هو تغيرات، ما هو ده سكر، ما هو الشارك جوينت ده مرض سكر. ده بيبقى بس ده تغير عظمي، يعني ده معناها طول فتره في السكر، يعني ده بقى له سنين عنده سكر. طبعا ده موجود، لكن لان هو الى حد كبير جه بدري كويس، قدرنا نرجع الدوره الدمويه وننقذ القدم من غير ما نشيل اي شيء. ما شاء الله، حلو جدا. ورجعت القدم بالمقارنه بالصوره الاولانيه الصعبه اللي كان فيها التهاب، كان فيها قرحه سطحيه، قرحات سطحيه. لا ده رجعت يعني نظيفه 100%. وطبعا يعني مش بس عشانها، عشان بقيت صوابع كمان ما يحصلهاش مشكله. طبعا الحاله الثانيه صعبه جدا. ده مريض برضك عنده التهاب صديدي شديد، وفي التهاب خلوي موجود، وادى الى حدوث، ابتدى يحصل تغيرات اللي هي بنسميها الغرغرينه الراتبه. كويس. شبه يا جماعه ان انتم شايفين الصوره معانا قوي من بعيد، شايفينها من بعيد كانه خراج حوالين الصبع. تمام. كانه خراج حوالين الصبع. المريض ده كان محظوظ ان الشجره الشريانيه الرئيسيه كانت سليمه، وبالتالي بنتعامل موضعيا فقط ان احنا بنشيل الاجزاء غير الحيه زي في الصوره التحتيه، وزي ما شايف حضرتك الدوره الدمويه كويسه جدا، فمحتاجناش نعمل له قسطره او كوبري شرياني. ده مجرد احنا بنشتغل موضعي. تمام. على المكان نفسه. على المكان نفسه. الصوره اللي بعديها، الحاله اللي بعديها. طبعا احنا برضو عاملين ماسكينج شويه عشان الساده المشاهدين. الصوره صعبه شويه. طبعا هنا طبعا في غرغرينه موجوده. على فكره احنا مداريين الصوره يا جماعه، يعني خلي بالكم احنا عاملين شادو على الصوره عشان قسوه الصوره. في غرغرينه في الاصبع الكبير والاصبع الثاني موجود، وبعدين عنده الشرايين في الساق. اللي هي الصوره اللي على الشمال دي. الشريان الامامي والخلفي فيهم انسداد كامل. كويس. فاحنا برضك لازم نبتدي هنا. ده دوبلر، ده اشعه دوبلر. كويس. دي انجيو. دي انجيو. اوكي. كويس. لازم نستعيد الدوره الدمويه الرئيسيه بشكل طبيعي. أوكي. قبل ما نتدخل في الجزء الخاص بالغرغرينة. هنشوف الصور. هنا ابتدينا نعمل توسيع بالبالون. كويس. وصلنا لغاية القدم، وادي الشريان الأمامي اللي موجود في القدم، ماشي في القدم نفسها، رجعناه بصورة طبيعية. كويس. تلا ده بتر الأجزاء اللي فيها الأصابع اللي فيها غرغرينة. كويس. وهنا قدرنا نسعيد الدورة الدموية، وقدرنا نتخلص من الالتهابات الصديدية، وبالتالي قدرنا نعمل غلق مباشر للجرح، وده ما بنعملوش كتير الا لما نكون مطمنين جدا ان الدوره الدمويه واصله بشكل طبيعي، وان مفيش اي التهابات صديديه موجوده. نقدر نشوف الصوره اللي بعديها. حبدينا بعد هنا خلاص شلنا الاجزاء اللي مش كويسه وقفلنا الجرح وانتهت قصه المريض، وبيكمل بقى متابعات بعد كده زي ما ذكرت مع حضرتك. طبعا احنا الصوره دي احنا اللي شايفينها، انتوا مش يعني احنا بنشرح لكم صوره صعبه شويه، ان احنا عملنا بتر للأجزاء وأوائل أخير وقفلنا الجرح وحافظنا على بقية القدم بشكل كويس جدا بعد علاج الدورة الدموية بشكل كامل.
انا هقول لحضرتك واقع بيحصل احيانا، وحضرتك اقول لي خطوره هذا الواقع ايه. مريض عنده زي حاله زي كده، جه مع عيلته، واحد فيهم فهيم شويه او واحد فيهم ابو الفكيك شويه، نقول له ان احنا هنضطر نبتر او هنعمل اجراءات، ياخد المريض ويمشي، ياخد العين ويقول لك لا 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 ده هيبتر ومش عارف ايه والكلام كله. خطوره اتخاذ قرار من اهل مريض ان هم ما يسمعوش كلام دكتور في حاله ان هو يحتاج الى بتر ايه؟ طبعا حالة زي دي، في حاله زي دي احنا دلوقتي اما بنبتر بعد ما بنرجع بنبتر بتر جزئي. كويس، احنا بنمشي على كعب الرجل كويس وعلى اول مشط القدم، وبالتالي حتى لو بطلنا الصابع كلها او حتى مشط القدم المريض هيمشي عادي تماما. المرضى دول بيهملوا في نفسهم، بيجي بقى بغرغرينا انتشرت فيه القدم كلها، خلاص ما بنقدرش نعمل لهم حاجه، ويبقى بعد هذا يعني ناخد قرار بتر تحت الركبه او فوق الركبه، يبقى هو اذى نفسه واضاع طرفه تماما. جزء تاني ممكن يحصل التهاب صديدي جامد جدا كويس وتحول لغرغرينا رطبه، وفي هذه الحاله ممكن تعمل تسمم في الجسم زي ما ذكرنا من قبل. التسمم ده ممكن يودي بحياه المريض، يعني المريض لو اهمل مش بس ممكن يفقد الطرف كله، ده ممكن يفقد حياته. سيبتك شوك. على الجانب الاخر قد يكون قرار البتر غير صحيح؟ لا مش قد يكون قرار البتر غير صحيح، احنا دي برضك من خلال برنامج حضرتك بنوجه رساله للجونيور زمايلنا الجراحين المبتدئين. المبتدئين كويس؟ ما يبتديش يتعامل مع قدم سكري بطريقه اجريسيف، ان هو يعمل تنظيف جامد جدا، يعمل بتر من غير ما يحصل تقييم للدوره الدمويه. بس لان لو عمل كده من قبل ما يستعيد الدوره الدمويه، بالعكس الخلايا كل الخلايا اللي شالها مكانها هتموت الخلايا مره ثانيه، وممكن ده يؤدي الى بتر طاقه كامل للطرف. خلي بالكوا انه لو لم يقيم، يعني مثلا لو انا عندي لا قدر الله صوابع كده ورحت جاي في الصوابع دي عملت بتر بدون تقييم للدوره الدمويه، البتر نفسه بيحتاج الى وصول دموي فهياخده من الصوابع السليمه. كويس، لا هو المكان البتر لازم يكون عند فيه دوره دمويه وصلنا لها بشكل طبيعي. بحيث يحصل التئام. بالظبط، لان لو ما حصلش كده هيحصل موت تاني للخلايا اللي بنسميها داي باك. الاستامب نفسها اللي هو مكان البتر هيموت لانه في دم واصل له. بالظبط، فلازم اوصل الدم الاول وبعدين اتخذ القرار. الحاجه الوحيده انه لو في تجمع صديدي شديد ممكن نعمل له تفريغ فقط، وبعد كده نقيم الدوره الدمويه ونتعامل مع الدوره الدمويه اولا. الصوره دي برضو غير مرئيه بالنسبه للحاله دي فعلا دكتور ايمن، دي اللي بنسميها تشالنجينج كيس. دي غير مرئيه على الهواء برضو، احنا بنشوفها احنا وبنحكي لكم. دي قدم لونها من الجزء الامامي اسود. تمام، المريض ده الحقيقه حول لي من مركز اخر، بيعاني من غرغرينا في كل القدم واصله لغايه قبل الكعب بشويه. تمام، والأشعة الملونة بالصبغة، خلاص الشريان زي ما حضرتك واقف، شريان الركبي واقف تحت الركبة ببضع سنتيمتر، والشريان الأمامي والخلفي مفيش خالص، مفيش حاجة واصلة. دي حلقة، دي نشوف الصور دي على الهوا اهو، مقفولة خالص الشريان. تمام، والحقيقة كان مقرر لي بتر تحت الركبة في هذا المكان، وأنا ما أقدرش ألومهم، إحنا عندنا جايد لاينز ماشيين عليها برضو. ففي عندنا الموست ريسنت حاجه اسمها الواي فاي كلاسيفيكيشن، يعني فده واخد الدرجه الرابعه للخمسه، الخمسه اللي هي دي انسلفجبل ليمب، يعني لا يمكن انقاذها، بتر بتر. جميل كويس. المريض صغير سنه 60 سنه، ده يعتبر صغير، بيتحرك اكتف بيشتغل كويس بيشتغل، فالحقيقه دي كانت تشالنجينج كيس، فيها تحدي كويس، فخط على عاتقي التحدي ده. قدرنا نوسع له الشريان الخلفي، يعني قدرنا لو نشوف حضرتك البالونه ماشيه مع الشريان الخلفي، وبعد كده الصوره الثالثه البالونه دخلت خلاص في القدم، وادي الاشعه الملونه بعد التوسيع، خلاص وصلنا الدم لمؤخره الايه؟ القدم وللايه؟ للكاحل. وبعدين عملنا ايه؟ نشوف الصورة بعديها.
الصوره اللي بعديها. كل دي محاوله شلنا الجزء ده بعد ما رجعنا الدوره الدمويه. لو تلاحظ في مكان بتر مشط القدم كويس في الصوره الثانيه الخلايا اللي هي بنسميها جرانوليشن هيلسي الحمد لله حمراء، والسول الدموي محمره ومش مسوده. الصوره دي بعد 3 شهور الجرح قفل تماما على اقصى اليسار. العيان دلوقتي عنده كعبه واول مشط القدم وبيتحرك عادي جدا، بيقدر يمشي ساحه. يبقى طبعا بيعرق شويه. لا مش هيعرق، مش هيعرق خالص. في حاجه صناعيه ممكن بنعملهم تحكم. بنعمل له لا لا مش صناعي، بنعمل شوز اللي هو كاستم فيت. يعني مصمم يعني. ودلوقتي بقت في مراكز كويسه جدا في مصر ومتطوره جدا كويس، بيعمل كاستم ميد يعني. بياخد مقاساته وبيلبس حذاء عادي. تعوض الجزء بس الصوابع. حذاء عادي لكن بتاعت. المريض بيمشي تماما. المريض ده ممكن يتغيض يعني اكسرسايز، ممكن يمد ويجري شويه، ممكن يلعب كوره. يلعب كوره؟ يلعب كوره. والله كويس، يشوف الفرق. لان هو طالما الانكل نفسه سليم يقدر يتحرك عليه. يقدر يتحرك عليه. واحيانا لو الانكل كمان مش سليم ممكن نوصل له التهابات بواسطه زمايلنا في تخصص العظام، جراحه العظام، بيعملوا لنا تثبيت ليه. كويس، بحيث يبقى ثابت، يبقى المريض يقدر يسند عليه، يعمل عليه تحميل. اوكي. وبالتالي دي اللي بنسميها تشالنجينج كيس. انت بتاخد تحدي كويس، وتوفيق ربنا قدرنا ننقذ قدم هذا المريض. اذا هذه القضيه الهامه جدا اللي نقدر نقول الوقايه فيها خير من العلاج، والفهم لابد ان يكون موجودا، والفهم لازم يكون على مستوى عائلي والاقصى درجه، والطاعه لازم تكون عمياء للفريق الطبي، ولازم يكون في تحرك سريع جدا وتحرك ما فيهوش تردد، ولازم يكون فيها زي ما بيقولوا ثقافه طبيه. ثقافه طبيه ان انا اطيع الدكتور دلوقتي واستمر على طاعته، يعني استمر على الطاعه الطبيه، لانه احنا عندنا مشكله في مصر اسمع كلام الدكتور النهارده وامشي على كلامه كويس جدا جدا، ثم عندما تستقيم الامور والحاله تتحسن ارجع تاني امشي على كل السوالب اللي انا كنت بعملها، تدخين ارجع، السكر ما يتظبطش، اكل بوظه، كوليسترول بيعلى وما باخدش علاجه، ضغط مطنش ما بقيسش ولا باخد العلاج، ثم تعود ريما الى عادتها القديمه، واطلع من الحرب الاولى خسران ارجع تاني الى حرب اخرى مع السكر والقدم السكري اخسر فيها ايضا. الحوار ده مهم للغايه، شرف كبير لينا، تشريفك لينا بهذه الدرجة العلمية من الشرح والتفصيل. استمتعت جدا بهذا الحوار مع حضرتك. ربنا يخليك دكتور أيمن، أنا استمتعت جدا بوجودي مع حضرتك، ونرجو أن احنا نكون وصلنا رسالة للسادة المشاهدين، لأن الموضوع مهم منتشر والثقافة فيه قليلة، وده بيؤدي إلى فقدان أطراف كثيرة. الصور اللي احنا اللي أنا شفتها اللي أنا والدكتور أيمن بيه لوحدينا شرحنا لكم، وزي ما بيقولوا يعني خبيناها عليكم شويه لانها صور قاسيه مخيفه قوي قوي. استاذنا الاستاذ دكتور ايمن عبد الفتاح استاذ جراحات الاوعيه الدمويه، الاستاذ بكليه الطب جامعه عين شمس، زميل كليه الجراحين الملكيه بلندن، وعضو الجمعيه الاوروبيه لجراحات الاوعيه الدمويه، واستشاري جراحات الاوعيه الدمويه والقسطره الطرفيه والقدم السكري. نورت الناس الحلوه. شكرا جزيلا. شكرا لك. بإننا بدعي لكم ربنا يحفظ كل مريض سكر، ويحفظ كل من يراعي مريض سكر، ويجزيه خير. خليكم مع الناس الحلوة.